شهد لبنان الدورة الرابعة من مهرجان أفضل اللي انمنح فيه الفنان المصري محمد رمضان لقب سفير الشباب العربي ودكتوراه فخرية، وتم تكريم عدد كبير من المشاهير. وكان إلنا كمان مقابلة خاصة وحصرية مع محمد رمضان بتتابعوها على موقع الفن. يعني بظل هالأوضاع السيئة اللي عم بيعاني منها لبنان، كمان يعني أنت حبيت تجي على لبنان كرمال امبارح تتكرم، فخبرنا أكثر عن هالتكريم من مهرجان أفضل. تكريم مهم، ما اقدرش يعني، لبنان وطن غالي وبلد غالي، واحنا اشقاء بالدم العربي، وما اقدرش اقول للبنان لا، يعني شعب لي انا في واجب عليا كعربي تجاه لبنان طول العمر. يعني احنا مثل ما بنعرف لبنان له حصه كبيره عندك، له قيمه كتير كبيره عندك. طبعا الوطن العربي كله، كلنا واحد، وكلنا والشدة بتظهر الرجال، يعني في الشدائد تظهر تبان الرجال. فلبنان في شدة، احنا كلنا موجودين في لبنان وكلنا مساندين لبنان ان شاء الله لحد ما تبقى اقوى من الاول باذن واحد. شو بتقول للشعب اللبناني اليوم اللي عم بيعاني، اليوم اللي عم ينتفض؟ اقول له يعني لكل جواد كبوة. سيدنا يوسف كان في 7 سمان في قصة سيدنا يوسف، وفي 7 عجاف، نصبر ونتحمل ودي بتبقى اختبارات بنعرف من خلالها مدى انتمائنا لبلادنا قد ايه، ولا احنا مع بلادنا في السراء بس. لا، انت بتحب بلدك تبقى معاه في السراء والضراء. اول شيء الافضل ما عندي اليوم اني تكون هيدا التكريم يكون جائزه معنويه لشهداء المرفأ، لشهداء عكار، لكل شهيد بلبنان ضحى بروحه كرمال يعيش لبنان وهالارض الحلوه. الجائزه كثير اكيد بتعني لي معنويا، بتحس انه تعبك ما راح دعان، كل اللي عملته لقى نجاح، وكتر خير الدوري هو عن دوري برصيف الغربه، فالحمد لله دوري ما راح هيك ونشاف وتقدر. هذه الجائزة كثير بتعز علي، بالاخص بالوضع اللي نحن فيه، بتعرف الوضع كلياته مشاكل وفي زبزبات بالدولة عنا كلبنان، بس عم نجاهد ونورجي اكثر اكثر انه نحن كمبدعين لبنانيين ما بنوقف لهون، نحن بمجهودنا بنكمل ومنصابر. والله اليوم عم نجتمع مع نخبة من أهل الفن من مصر، من سوريا، من لبنان، من العراق، تحت عنوان مهرجان أفضل اللي قررنا نقوم فيه رغم كل الظروف الصعبة من كازينو لبنان. يمكن نحن المهرجان الوحيد يلي ظهر، حيكون عنا تكريم فيه لسفير الشباب العربي النجم المصري محمد رمضان، اللي عنده مشروع كتير مهم كسفير شباب عربي. عنا 16 مكرم بالإضافة للنجم محمد رمضان، من لبنان، من سوريا، من العراق، بمختلف الميادين، مجتمعين اليوم بسهرة نقول فيها لبنان ما حيركع، لبنان ملتقى الحضارات والثقافات. أول شيء بدي أقول مساء الخير لكل المشاهدين وقراء موقع الفن اللي هو من أهم المواقع اللبنانية والعربية الفنية، وأنا لي شرف اليوم أني عم كون إلى جانب زميلتي فرح حريري، تربطنا صداقة، بس اليوم لأول مرة رح نشارك لبنان هيدي الفرحة بظل هالغصة. يعني أنا كمان اليوم كتير سعيدة، أول مرة بيكون في يمكن إلنا مشاركة بالعمل، مزبوط أنا ونيكولا، بدي يعني عن جد أقول يعني مؤسس هيدا العمل وكل الفريق اللي اشتغل معنا يعطيكم ألف عافية، برافو أنه عم تبرهنوا لكل العالم قديش لبنان برغم الحروب والضغوطات وكل المأساة اللي عم يمرق فيها قادر أنه يثبت حاله وقادر أنه يضل لبنان بلد العطاء. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com، وما تنسوا تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد.